بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الخبير. اسم الخبير أيها الإخوة ورد في الكتاب والسنة وفي نصوص كثيرة، ففي القرآن الكريم ورد معرفاً الخبير مقترناً بثلاثة أسماء: اسم الحكيم في قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، الحكيم الخبير. ومقترناً مع اسم اللطيف: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ومقترناً مع اسم العليم في قوله تعالى: فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إذاً الحكيم الخبير، اللطيف الخبير، العليم الخبير. وقد ورد أيضاً هذا الاسم منوناً، يعني غير معرف، في نصوص كثيرة، منها قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفاً خبيراً. الخبير معرف، خبيرة منون. أما في السنة ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لا تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. أيها الإخوة، الخبير في اللغة على وزن فعيل، هذا الوزن يدل على المبالغة، إذاً الخبير من صيغ المبالغة، فعله خبر يخبر خبراً، وخبرت بالأمر أي علمته، هناك من أعلمني به، وخبرته أي عرفته على حقيقته بالعمق، بالخلفيات، بالبواعث. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أنه سأل السيدة عائشة رضي الله عنها، قال: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت، أي إنك سألت خبيراً بهذا الموضوع. فالخبير هو الذي يخبر الشيء بعلمه، لكن الخبرة أبلغ من العلم، أبلغ، لأنها علم وزيادة، علم وزيادة. فالخبير بالشيء من علمه وقام بمعالجته وبين خصائصه وجربه وامتحنه فأحاط بتفاصيله الدقيقة وألم بخصائصه اللصيقة ووصفه على حقيقته. فالعلم نظري والخبرة عملية، يعني تصنع محرك وفق قواعد علمية دقيقة جداً، على الاستعمال ترتفع حرارته عند الطريق الصاعدة،
وهذا الارتفاع قد يسبب له الاحتراق، إذا كان في نقص في الخبرة. لذلك وازن بين مركبة صنعت عام 1912 ومركبة 2008. المركبة الأولى تشغيلها من الخارج، والمركبة الأولى علبة سرعة ما فيها، والعجلات ليس فيها هواء صلبة، والإضاءة بالفانوس. وراقب مركبة من أرقى المركبات الآن التي صنعت عام 2008، خبرة الإنسان تتنامى، خبرة الإنسان حادثة، أما خبرة الله قديمة. هل طرأ على خلق الإنسان تعديل؟ في إنسان موديل 80 مثلاً، هل طرأ على خلق الإنسان تعديل؟ كمال مطلق، الفرق الدقيق بين خلق الإنسان وبين صنع الإنسان. صنعة الإنسان تتطور بحسب خبرته المتنامية وبحسب الخطأ والصواب، أما خبرة الله عز وجل قديمة قدم وجوده، فالله عز وجل خبير. يعني آلات كثيرة تصمم وفق أحدث قواعد العلم، على التطبيق، على التجريب، على الاستعمال، تكشف أخطاء كثيرة، تعدل وتعدل وتعدل، والإنسان ما دام حياً يرزق صنعته تحتاج إلى تعديل، بينما صنعة الواحد الديان كاملة كمالاً مطلقاً، صنع الله الذي أتقن كل شيء. يعني ليس في حليب الأم حديد، أودع الله في طحال الجنين كمية حديد تكفيه لعامين إلى أن يأكل. حينما يولد الطفل ما في قوة في الأرض تعلمه كيف يلتقم ثدي أمه ويمص الحليب، والعملية معقدة جداً. الإنسان أيام يستخدم العلم، بس الخبرة لا يملكها. الموضوع طويل ودقيق جداً. الآن مثلاً بالمركبات الحديثة يضعوا جدار إسمنتي وتنطلق المركبة من دون سائق باتجاه هذا الجدار بسرعة 100، يلاحظون صمود هيكل السيارة أمام هذه الصدمة حتى يصنعوها صناعة متقنة. ما عرفوا نظرياً هذا المعدن كم يصمد أمام صدمة بسرعة 100 بالتجريب. أحياناً يكشفون تركيب التربة ومعهم بذور، لا يعلمون هل تصلح هذه التربة لهذه البذور على التجريب. فالإنسان خبرته تتنامى، يأخذها من التجارب، أما خبرة الواحد الديان قديمة قدم وجوده. أيها الإخوة، الخبير سبحانه وتعالى هو العالم بما كان وما هو كائن وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. هو العليم بما كان وما هو كائن وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وليس هذا إلا لله وحده. علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. هو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يتحرك متحرك، ولا يسكن ساكن إلا بعلمه، بل لا تستقيم حياتنا إلا بتطبيق أمره واتباع سنة نبيه. لماذا؟ لأنك أيها الإنسان أعقد آلة في الكون، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز. يعني تصور تمشي في الطريق، سمعت بوق مركبة، ما الذي يحدث؟ حتى انحرفت نحو اليسار. الذي يحدث أن في الدماغ جهاز بالغ التعقيد
يحسب تفاضل وصول بوق المركبة إلى الأذنين، إلى أيهما دخل أولاً، والتفاضل بينهما واحد على 1620 جزء من الثانية. الجهاز بالدماغ يكتشف أن البوق جاء من اليمين، الدماغ يعطي أمر إلى الإنسان أن ينحاز نحو اليسار، دقة ما بعدها دقة. قال تعالى: ولا ينبئك مثل خبير، يعني الجهة الصانعة هي الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها، وهذا من واقع الحياة. عندك جهاز بالغ التعقيد، كمبيوتر صناعي، ولك جار يبيع الخضروات صالح جداً تحبه جداً، هل تدعوه إلى أن يصلح لك هذا الكمبيوتر؟ مستحيل. تبحث عن الشركة الصانعة، عن خبيرها. ولا ينبئك مثل خبير، يعني ما من جهة ينبغي أن تتبع تعليماتها إلا الصانع وهو الله عز وجل. لذلك الأمر الإلهي علاقته بنتائجه علاقة علمية، علاقة الأمر بالنتيجة هو علاقة علمية، علاقة سبب بنتيجة. أنا أضرب مثل دائماً أذكره كثيراً، أنت راكب مركبة وحامل 10 طن، يعني شاحنة، وصلت إلى جسر كتب عليه الحمولة القصوى 5 طن، من الحمق والغباء أن تتلفت يمنة ويسرى، في شرطي؟ لا، مو موضوع شرطي. الموضوع هنا ليس موضوع شرطي ومخالفة، موضوع الجسر نفسه بيعاقبك، تسقط في النهر. العلاقة بين السير فوق هذا الجسر بعشرة طن وسقوط الجسر علاقة علمية، يعني لوحة كتب عليها ممنوع الاقتراب، خط توتر عالي، يا ترى لو اقتربت في مؤاخذة، في مخالفة، يا ترى أسجن؟ لك مو موضوع سجن ولا مخالفة ولا مؤاخذة، موضوع التيار بيعملك فحمة خلال دقائق. أنت حينما تفهم أمر الله الذي هو من عندي الخبير، على أن العلاقة بين الأمر وبين النتائج علاقة علمية، علاقة سبب بنتيجة، وأن العلاقة بين النهي وبين النتائج علاقة علمية، علاقة سبب بنتيجة، تكون قد عرفت الخبير. ولا ينبئك مثل خبير. مثلاً ما معنى فرائض؟ بالضبط للتوضيح، أنا أقول لكم استنشاق الهواء فرض لبقائك حياً، فرض، يعني إذا لم تستنشق الهواء تموت. الهواء دقائق، الماء 3 أيام، وتناول الطعام فرض لبقائك حياً لأيام، يعني تتوقف حياتك على استنشاق الهواء وشرب الماء وتناول الطعام. فإذا قلت الصلاة فرض، يعني فرض على سلامتك وسعادتك، إنك إن اتصلت بالله ألقى الله في قلبك نوراً، رأيت به الحق حقاً والباطل باطلاً، والدليل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به. هذه الصلاة، يعني ذكر الله أكبر، إذا ذكرك قذف في قلبك النور، رأيت الحق حقاً والباطل باطلاً، سلمت وسعدت. فالصلاة فرض، والصيام فرض، والحج فرض، والزكاة فرض، والزنا محرم يحجبك عن الله، تصبح في ظلام، في عمى، تتخبط خبط عشواء، والسرقة حرام، والكذب حرام، الحرام يحرمك السلامة والسعادة، والفرض شرط لسلامتك وسعادتك. أنا حينما أفهم الفرائض أنها شروط لازمة لسلامتي وسعادتي،
وحينما أفهموا المحرمات أنها أسباب كافية لشقائي وهلاكي أكون فقيهاً في الدين. يعني أعرابي بسيط، ثقافته محدودة جداً، التقى النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله عظني ولا تطل، كلمة وغطاها لا تطل. فقال فتلى عليه قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فقال: كفيت. فعلق النبي الكريم على قوله فقال: فقه الرجل. ما قال فقه، فقه عرف الحكم، أما فقه أصبح فقيهاً. وأنت أيها الأخ الكريم وأنا معك، حينما نفهم أن كل سلامتنا وسعادتنا بطاعة الله وأن كل شقائنا وهلاكنا بمعصيته نكون فقهاء. لهذا كفى بالمرء علماً أن يخشى الله، وكفى به جهلاً أن يعصيه. يعني في مثل لكن حاد جداً، لو إنسان ثقافته محدودة جداً، راعي، التقى به سيدنا ابن عمر قال له: بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال له: ليست لي. قال له: قل لصاحبها ماتت، ما في حل يعني، وخذ ثمنها. قال له: ليست لي. قال له: خذ ثمنها. قال له: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ هذا الراعي الذي لا يقرأ ولا يكتب لكنه خاف من الله وضع يده على جوهر الدين. وإنسان يحمل دكتوراه وله 200 مؤلف، إذا أكل المال الحرام أو اعتدى على أعراض الناس أو أخذ ما ليس له، يعد بنص هذه المقولة الرائعة جاهلاً، جاهل. كفى بالمرء علماً أن يخشى الله، وكفى به جهلاً أن يعصيه. يعني واحد سائق مركبة لا يقرأ ولا يكتب، لكن قبل أن ينطلق بها يكشف عن مستوى الزيت ويزودها بالزيت بشكل مستمر. وإنسان عنده مركبة يحمل دكتوراه بالميكانيك لكن نسي الزيت فاحترق المحرك، أيهما أعلى؟ في شيء عملي. فأنت حينما تستقيم على أمر الله تقطف كل ثمار الأمر. بالمناسبة في حقيقة دقيقة جدا، الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به، الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به. يعني إنسان غير متعلم اشترى مكيف، ضغط على مفتاح التشغيل جاءه الهواء البارد فاستمتع به. إنسان معه دكتوراه بالتكييف، ضغط على مفتاح التشغيل جاءه الهواء البارد، يستوي هذا الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب في انتفاعه بالمكيف مع هذا الدكتور في التكييف؟ الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به. ماذا أريد من هذا الكلام؟ يعني أنت حينما تطبق منهج الله بعلم أو بغير علم، فهمت الحكمة أو لم تفهمها، لمجرد أن تكون صادقاً قطفت ثمار الصدق، لمجرد أن تكون عفيفاً قطفت كل ثمار العفة، لمجرد أن تكون أميناً قطفت كل ثمار الأمانة. اللي عنده دكتوراه بعلم النفس وعنده دكتوراه بالتشريع وعرفان أبعاد الأمانة وأبعاد الحكمة وأبعاد الصدق وأبعاد المعلومات النظرية، لا تقدم ولا تؤخر. منهج الله لكل البشر كالهواء. يعني في إنسان يطالب قبل أن يأخذ الهواء بوثيقة
بشهادة بحسن سلوك، هواء هذا لكل البشر، يقنن لا يقنن، يباع لا يباع. حاجتنا إلى الدين كحاجتنا إلى الهواء، لذلك الدين يجب أن يكون بسيطاً سهلاً واضحاً، ينبغي أن نبسطه، ينبغي أن نعقلنه، ينبغي أن نطبقه. إذاً أيها الإخوة، الخبير هو الله عز وجل، ولا ينبئك مثل خبير. من معاني الخبير الذي على وزن فعيل بمعنى مفعل، يعني خبير بمعنى مخبر، خبير مخبر. إذن الله عز وجل يخبرنا، الله متكلم والقرآن كلامه. من معاني خبير أنه متكلم والقرآن كلامه. المعنى الآخر للخبير هو الذي يعلم كل شيء ولا يغيب عن علمه صغيرة ولا كبيرة، وهو العالم بكنه كل شيء، مطلع على حقيقة كل شيء مهما دقت أو خفيت، عليم بدقائق الأمور لا تخفى عليه خافية، يعلم الداء والدواء، يعلم الظاهر والباطن، يعلم الشكل والمضمون، يعلم جلائل الأمور ودقائقها، يعلم ما يرى بالعين وما لا يرى. تمسك كأس ماء صافي في مليارات البكتيريات، لو وضعته تحت ميكروسكوب ما تمكنت أن تشربه. يعلم ما يرى وما لا يرى. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: الخبير هو الذي لا تغرب عنه الأخبار الباطنة، ولا يجري في الملك والملكوت شيء إلا بعلمه، ولا تتحرك ذرة ولا تسكن إلا بعلمه، ولا تضطرب نفس ولا تطمئن إلا بعلمه. وقيل الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أيها الإخوة، هذا كله شرح دقيق، وكأنه شرح لاسم العليم. تداخل الأمر، يا ترى عليم أم خبير؟ الجواب لا، الخبير كل خبير عليم، لكن ما كل عليم بخبير. الخبير علم وزيادة، الخبير يفيد معنى العليم، ولكن العليم لا يفيد معنى الخبير. أيها الإخوة، أنا أمسكت الكأس نقلته من هنا إلى هنا، أنتم تشاهدون، أنتم من خلال عيونكم رأيتم أنني نقلت هذا الكأس من هنا إلى هنا، لكن هناك أعمق من ذلك. لماذا نقلته؟ البواعث، الدوافع، المقصد، الخطوات، ما الذي خطر في بالي؟ لماذا فعلت هذا؟ هذا يحتاج إلى خبير. أنت معلم أمام 43 طالب، عددتهم واحداً واحداً وأسماء عندك، هذا علم. أما الخبرة، كل طالب من أبوه أمه، بيته منتظم غير منتظم، البيت ملتزم غير ملتزم، الأب مثقف غير مثقف، الأم مطلقة غير مطلقة، الطفل باختصاصه يعني متفوق في الرياضيات في اللغة العربية، هي خبرة. لذلك إن لله 99 اسماً من أحصاها دخل الجنة. العد شيء والإحصاء شيء آخر. يمكن أن تعد الطلاب عداً، ما الإحصاء أن تعرف كل طالب، بيئته، بيته، والديه، مستوى ثقافته، طباعه، طريقة تفكيره، تفوقه. فالخبرة أعمق من العلم، الله عز وجل عليم وخبير. يعني
كطرفة، واحد جالس في بيته ومعه زوجته وأولاده، طرق الباب، جاءت صديقة زوجته، والوقت شتاء، غرفة الجلوس دافئة، غرفة الضيوف باردة، فصاح بزوجته: ائتي بصديقتك إلى هنا، هنا أدفأ لكم. يا ترى القصد أن هذه الغرفة أكثر دفئا فقط، أم أنه أراد أن يرى صديقة زوجته؟ ما شكلها؟ ما قوامها؟ مثلا من يعلم هذا؟ الخبير. كلامك رائع، هنا أدفأ لكم، لكن هي غير محجبة وأنت مسلم، لماذا تدعوها إلى أن تجلس معك في الغرفة مثلا؟ مثلا طبيب يعالج مريضة، له الحق أن يرى موضع الألم، فاختلس نظرة إلى مكان آخر لا يحق له. هل في الأرض كلها جهة تستطيع أن تضبط هذه المخالفة إلا الله؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. جالس في بيتك والغرفة مظلمة، وفي أمامك بناء آخر في له شرفة، خرجت الجارة بثياب متبزلة، لك أن تملأ عينيك من محاسنها ولك أن تغض البصر، ولا يعلم أحد في الأرض هذه الطاعة إلا الله. خبير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لذلك أيها الإخوة، اسم الخبير لو تعمقنا فيه لعددنا للمليون قبل أن نعصيه، والحمد لله رب العالمين.